صحيح صحيح. إيران يعني ليس لديها شيء تخسر حقيقة. موضوع العقوبات أستاذ أحمد هو الموضوع المؤثر جدا في الداخل الإيراني، لأنه مرتبط بحياة المواطن الإيراني. الموضوع يعني أنا قلت في حوار مع إحدى القنوات ليلة البارحة حول موضوع إيران، قلت أنه موضوع التكيف، يعني قدرة إيران على إنتاج التكيف مع الأزمات والصبر الاستراتيجي، يعني صبر عندهم يحتوون الأزمات. وقلت هذا موضوع يعني الظروف التي عاشتها إيران في الحرب العراقية الإيرانية كانت أصعب من الظروف الحالية، ولكن إيران تكيفت واستطاعت أن تحتوي تلك الأزمات وتعبر. ولكن في هذا التوقيت أستاذ أحمد قد يتحول التكيف الإيراني إلى مشكلة داخلية، فهمت؟ يعني ممكن أنه إيران كانت تتكيف بدعم من الشعب الإيراني، كان بازار طهران في تلك في فترة يعني وصول رفسنجاني، في فترة وصول السيد الخامنئي كان رئيس الجمهورية، كان بازار طهران هو الداعم الأبرز للحرب العراقية الإيرانية، يعني يدعم خزينة الدولة، يساهم بالتبرعات، فكان الشعب يعني يدعم سياسة الدولة ويدعم الأزمات ويساعد الدولة على إنتاج يعني مشهد التكيف. ولكن الآن الوضع ليس كالسابق، هناك حالة من الجاب يحصل بين القواعد والنخب السياسية، ولأن الأمر متعلق بحياة المواطن. يعني المواطن هناك حالة من التضخم الاقتصادي الكبير يصل إلى أكثر من 60%، شبه انهيار للعملة عفوا الإيرانية. يعني هذا كله يؤثر على حياة المواطن، ولذلك قد يحصل اندفاع. يعني أنا يعني وكأني أقرأ أفكارك، وتحدثت عن مظاهرات العمال في معامل قصب السكر في جنوب غرب في جنوب إيران في منطقة شوش على سبيل المثال. هذا مؤشر، يعني الموضوع متعلق بحياة العمال، حياة المواطنين. مشكلة إيران تعيشها خلال هذه الفترة، يعني يمكن لأول مرة أنا أسمع أنه إيران حصل انقطاع للتيار الكهربائي، وهي دولة منتجة للكهرباء بسبب نقص حاد بإمدادات المياه، ولعل مشكلتها مع تركيا والحرب الكلامية التي تحصل هي مرتبطة بالنقص الحاد اللي حاصل. هذا كله يؤثر على يضعف المفاوض الإيراني، يعني لأنه يؤثر على وضع الداخل، وضع المواطن الذي بدأ يشعر أنه يجب أن يحصل تغيير في السياسة الإيرانية، التغيير الذي رفع حسن روحاني الكليد أو المفتاح في الانتخابات بأنه قادم من أجل أن يفتح هذا الملف، هذه الأزمات، ويساعد المواطنين على تجاوز العقوبات التي فرضت في عهد أحمد النجار. فلذلك أستاذ أحمد يعني الأمر ليس سهلا، ولذلك إيران ليس لديها شيء تخسره، فممكن أن تذهب بعيدا بالتصعيد، وممكن أن تغير استراتيجيتها وتذهب بعيدا بالتفاوض أو سريعا بالتفاوض. ولكن الردود الإيرانية على الاستهدافات الإسرائيلية نفسها يعني كلاسيكية بحسب وجهة نظري، تعتمد على الفواعل الإيرانية الخارجية اللي يعني ممكن استهداف صواريخ من الداخل الإسرائيلي أو من الداخل الفلسطيني لإسرائيل، ممكن استهداف سفن إسرائيلية. يعني هاي الردود اللي تابعناها خلال الفترة الماضية بالرد على الاستهدافات الإسرائيلية.